شبوة، سلام وثقافة، هذا هو العنوان الأبرز لفعالية معرض الكتاب الذي يقيمه مكتب الثقافة بمحافظة شبوة. فالمحافظة تعيش هذه الأيام أجواء ثقافية وأدبية ومحطات إبداعية ثرية المحتوى والمضمون، تميزت بحضور ومشاركة فاعلة من وزارة الثقافة. شبوة هي غنية بالثقافة والتراث والفن والإرث الفني الشعبي، ولهذا فهي أمر طبيعي أن تكون الثقافة حاضرة ومزدهرة رغم الظروف ورغم أوضاع البلد، إلا أن الثقافة هي خيارنا الدائم والحقيقي والاستراتيجي لمواجهة كل المشاريع الريعية والتخلف، ونحن راهن أن شبوة ستكون في المقدمة. المعرض الذي يقيمه مكتب الثقافة في محافظة شبوة لا يقتصر على الكتاب وتنوع إصدارات دور النشر المشاركة فحسب، فهناك أجنحة خاصة بالمخطوطات والوثائق النادرة وفعاليات أخرى منوعة كالأمسيات الشعرية والرقصات الشعبية. طبعا المعرض، الهدف من إقامة المعرض هذا بالتحديد هو أولا إيصال فكرة للآخر بأنه استطعنا أن نتجاوز مرحلة، حتى مرحلة التطبيع. لو ما نقول أنه إحنا مرحلة التطبيع ما بعد الحرب، نحن نقول أننا تجاوزنا هذه المرحلة، صار همنا الكتاب، صار همنا الثقافة، صار همنا الآثار، صار همنا التراث. معرض شبوة للكتاب ليس مجرد معرض علمي فقط، بل منارة وموسوعة ثقافية وفنية تشهدها قاعة مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمحافظة شبوة. الدفع بالعجلة الثقافية إلى الأمام وإعادة الاعتبار للثقافة الشبوانية التي مرت بحالة جمود نتاج الظروف السياسية والحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة هو الهدف من فعاليات معرض الكتاب التي لا تقتصر على أجنحة المعرض وتنوع إصدارات دور النشر والأجنحة الخاصة بالمخطوطات النادرة، بل تحوي فعاليات أخرى منوعة بتنوع الثقافة الشبوانية. صالح سالم لقناة بلقيس من معرض الكتاب شبوة.